وقوف تدريجي مكافأة رجوع للخطة. وقفت تدريجيا لأنه كان ناوي كيع قوة فوقفتها تدريجيا، لازم يعرف أنك إذا ناوي يقوي الكيع أقدر أتحكم فيها. هنا التوجيه اثنان رجوع، رجوع باستقامة ثم وجهت، ثم الآن باستقامة مرة أخرى ثم وجه الجهة الأخرى اللي ما وجهت لها، فوجهت يسار ثم وجهت يمين. هي تمرين اللفة.